زحمه يا دنيا زحمه. و يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه الحقيقه، هي مش بس هزت الاوساط في هذه الفتره، ولكن ما زالت حتى وقتنا هذا هي علامه فارقه، اغنيه زحمه يا دنيا زحمه. شوف حضرتك، المنتج بتاع عدويه العاطف منتصر قال لي يا هاني عدويه قالوا شريتين ما بيتباعش كويس، مع ان الشريط الاغاني بليغ واحمد فؤاد حسن و و و، فقررنا ان احنا يعني في عنده شريط تخليص حق، قررنا ان نخلي شوبانيه يعمله يمكن. طبعا انت لو تسمعي بليغ ولا تسمعي حاجه تحفه تحفه، ما اعرفش ايه يعني اجزاء برضه. ولا كانش شبه الناس ساعتها؟ انا مش هبقى عارف اصل النجاح وش يعني. انا في مره هطلع بس طلعه صغيره وارجع تاني. في مره واحد مطرب نون نجح قوي قوي، جبت الشريط اسمعه، الالات مش مدوزن على بعض، وهو مش مدوزن مع الالات، ولا الكلام حلو ولا اللحن حلو ولا في توزيع ولا في الناس اشتغلت له ايه الله اعلم. فسيبها لله، انا ما اعرفش، لان علميا مش مفروض ينجح، فعليا ناجح جدا جدا كويس. قال لي خدش هاني عاطف منتصر بقى له المنتج، خش خد لك كلام من الدوسير اللي جوه، عنده دوسير كده مليان كلمات، نقي كلام نقي. فروحت انا منقي زحمه طالع بيها، قال لي جبت ايه؟ قلت له زحمه اغنيه حلوه. قال لي اغنيه حلوه؟ لا تعملهاش بقى، لان الناس مش طايقه الزحمه، وانت هتغني لهم تغني لهم تغني لهم بقى زحمه. لا انا عندي باك اب دايما اللي هو ايه؟ فرقتي خلاص. الفرقه تعمل يا سيدي، بس اصل انا عجبني فيها حاجتين. في كوبليه بخارم الزمن، زحمه وانا رايح له وانا في وسط، بيقول ان في تلوث صوتي بسبب الزحمه، زحمه وانا رايح له وانا في وسط الزحام عايز القهوه اقول له ما بيوصلش الكلام، ما بيوصلش الكلام. ففي تلوث صوتي بسبب الزحمه. وفي كوبليه تاني الساعه الا تلت ومعادي معاه 8، لما السكه دي رحت ولاقي سكه تانيه، مفيش حد في العالم يقول الساعه كام يقول الا تلت الا في مصر، لان الناس فهلاويه وعارفين ان الساعه 4 بس ناقصهم الا كام؟ الا تلت ولا الا 10 ولا ايه؟ على فكره الشعب المصري ده اعجوبه اعجوبه، خفه دم وفهم للامور وهي قبل ما تطير. ده حقيقي. لا دي التلاته هو خارم الحيطه بين الزمن. اصل الناس ما خدوش بالهم ليه نجحت دي 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 عجوبه اللي هي ايه؟ زحمه ونعطلاني، وان رحت ما لقيتوش اخاف اروح له تاني في معادي ما لقاهوش. يعني هو الاول راح قبل الميعاد فما لقاهوش، خايف ينزل يتمشى شويه يروح تاني يكون هو بقى ما جاش، لان الزحمه مفركشه الدنيا. جه جم يسمعوها عندي. الحقيقه عدويه ما بانش عليه اي تاثير، لا حلوه ولا وحشه، ولا المنتج ولا الاستاذ عاطف ولا الاستاذ عمر بطيش اللي كان معاهم. وقال لي اصل احنا هاني رحنا لواحد وسمع وقال ايه ده؟ ده فاكرني عبد الحليم حافظ ولا ايه؟ لا لا لا. فقلنا له هنروح لهاني شنود، قال عمدة الغربي؟ لا ده مش بلاش. لكن عمر بطيش قال نروح بس نشوف واحد اهو نشوف. نزل. خلي بالك حضرتك بقى من حاجة جميلة جدا، هو لابس كاجوال ومعاه سكرتير اسمه امبيبي. امبيبي ده ماسك حتى سمسونات وحاجات ذهب هنا وذهب بوز الجزمة. خدوا الأغنية وخدوا البتاع ومشوا. ما فيش يومين ثلاثة المنتج بيكلمني يقول لي في واحد بقى حبيبك عايز يكلمك. ايه يا ابو شنو؟ مين؟ ايه يا ابو شنو؟ مين؟ ايه يا ابو شنو؟ قلت له بقول لك لو قلت كمان واحد ده ابو شنو هقفل في وشك. قلت في وشي انا عدوي حبيبك.
يا عم الاغنيه دي مش قادره تطلع من دماغي، انا مسامعها اقوم سامعها مش طالعه من دماغي. تحمس ليه؟ طلعها بقى من دماغي. طلعها من دماغي وانا دكتور. قلت له يعني ايه طلعها من دماغي؟ قال يعني نسجلها ونخلص بقى. قلت له نسجلها اديني اسبوع عما اكتب. قال لي لا الفرقه جاهزه. واحنا بقى دي او يحيى خليل درامز، تحسين يلمز بيس جيتار، ليلو جيتار. ما هو دي اول بقى اول اغنيه شعبي فيها بيس جيتار وفيها درامز وفيها، وده عجب الناس طبعا ان حاجه جديده والكلام جديد ومش عارف ايه. كويس. واحنا سجلنا، واحنا بنسجل الحقيقه بره الاستوديو ناس كتيره ابتدوا يتجمهروا لدرجه ان المنتج عرف ان دي هتنجح نجاح. اتجمهروا ليه؟ هما كانوا سمعوها يا استاذ؟ لا ما هو احنا عمالين نعيد. فالناس كانت تقف تسمع يعني، لدرجه ان احنا كنا بنسمع صوتهم هما بيقولوا زحمه معانا بره الاستوديو. خلاص مؤشر يعني. عند الـ عند الـ اسمه ده عند المنتج. احنا مؤشر عندنا النجاح هو عنده الفلوس.